واجنبنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. برحية مر أصفين أول الشهداء يلي عيدوا باثنين آب، ويلي بتعرفوا أنتوا أنه لما كان عم يشهد للحقيقة هو من أول سبع شمامسة اختيروا لخدمة المواليد، ولما كان عم يشهد للقيامة وقت ما كان عنده قوة حجة ما قدروا له، فقاموا حطوله شهود زور بأعمال الرسل فصل 2 بنشوف هالأمور هيدي، حطوله شهود زور وقال أنه هو عم يجدف على الهيكل وعم يجدف على الله وهيك، وطلع الحكم دغري عليه بالرجم، أخذوه على الرجمة وكان مربولوس هو واقف هناك بعده ما اهتدى على طريق دمشق، وكان هو عم يحطوا ثياب بين ايدين مربولوس بسموه يعني الشاهد العراب هذا الموضوع، ورجموه كلهم بالحجار، كل واحد كان عم يحمل حجر ويشبه لمر اصفين. فهو وعم بيموت بيظهر عليه ملاك وبيصير وجهه مثل النور، مثل النور نور يعني مش مثل النور، وهيك وجه قداسي رغم الدم ورغم كل شيء، وبيقول له بيصلي صلاه قبل ما يموت قبل ما يفارق الحياه، بيقول له يا رب لا تحسب عليهم رجمي خطيئة أو موتي خطيئة، لا تحسب عليهم هذه الخطيئة. هذا الكلام أكيد بذكرنا بكلام يسوع على الصليب، اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. هالكنيسة عمرها 99 سنة، يعني سنة الجاية بال 24 راح يكون المئوية الأولى لها، وعمروها فرد شخص من البترون وجابوا الأعمدة، الأعمدة اللي شفتوها جوا هي من إيطاليا، أوكي؟ إجت بالبحر عبر هالمينا هيدي وعمروها، واليوم أشروها على أيام مطران بيسري كانت من جوا مطلية بجفصين، فأشروها لحتى يحافظوا على الحجر أكثر وحتى يبين جمال ورونا الحجر أكثر. بونجور مادو تشارب الكورا، والنهار كله تسلي اليوم. نحن هلا بكنيسة البترون وعمرها 100 سنة تقريبا، سنة شيء بصير طلعوا كل هالانشاءات، كانت هذه بيوت مهدمة شبه متروكة على الأرض، كانت تقريبا بهمة أبناء البترون وقياداتها صار هالبيت أوتيلات فخمة جدا مريحة جدا مزهرة بالطبيعة وبالأخضر وبالأيام الحلوة وبالحجر الحلو. بيت المغترب عمره 6 سنين، هذا المشروع عمره 6 سنين رائع جدا. تحية لبيت المغترب. يلا يلا من كفة الحاونة خير. اهلا فيكم، سهلا فيكم بالبترون، لك الله يبسطكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا. باي باي.
والاباء والكهنه جوا، وهودي بسمون كمان القرايه بيما اللي بيقروا حواليها بس هيدا الايكون ستاز ممكن حامل الايقونات، ممكن يكون خشب، ممكن يكون بلاط مثل ما انكم شايفين، بيبقى حامل اول شيء صوره العذراء ومريحنا المعمدين، هاو اثنين موجودين بكل ايكون ستاز. والرسل 12 كمان اجبار يكونوا رسل 12، يسوع المسيح اكيد دون شك الكلمه المتجسد، وكل هال الصليب، مار يوحنا الحبيب كمان يحوف فوق شفيع مدرستنا، وهالتريا الاثريه وكل هالامور هيدي هون بسيده البحر. شو يعني سيده البحر وليش بسموها سيده البحر؟ مورت مريم، مورت يامو، كلمه مريم بالسرياني او بالارامي او بالقديم اللغه القديمه اللغه الساميه، مورت يامو يعني مورت يعني سيده، يامو مياه بحر، مشان هيك سيدة البحر. أبونا يعقوب رفع سيدة البحر بقنية من 100 سنة، هيدي السنة عم يحتفلوا بالمئوية الأولى بدار الصليب، في إنعامات خاصة كتير كبير. ليش بياخدوها سيدة البحر؟ لأنه نحن بنعتبر بهذا العالم ببحر من العواصف، من الرياح، الرياح اللي ممكن تاخذنا شمال ويمين. العذراء مريم بتهدي الرياح بشفاعتها مع ابنها، وكانت تسهر على البحارة، أهم شيء تسهر على البحارة وتكون معهم، ودائما كانوا يرفعوها بصلاتهم. الطباوي أبونا يعقوب أخذ شفيعة خاصة له وعمل له كنيسة حلوة كتير، سيدة البحر ببقنية دار الصليب. كنيسة سيدة الساحل الموارنة البترون تابعة رعية مرقصفين، كنيسة روعة جدا. لكو هالتريا الكبيرة الحلوة كتير 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 على موديل تريا نابليون اللي هداها للبنان بجون، ولكن هالصليب شو حلو، الخشبي، المذبح، الخورس، الأريات طلعوا بالسقف، شي روعة. وليش بسموها سيدة الساحة؟ لأنه جغرافيا هي تتوسط البترون، هي بنص ساحة البترون، فإذا سيدة الساحة بتحمي الساحة، وبالساحة كلنا بنتلاقى، تحمي الناس اللي بتلاقوا بالساحة، وبتبقى هي سيدة الساحات كلها. العذراء مريم عليها أشرف السلام بنصلي لها اليوم نحن وياكم، عنيتكم، عنية أهلكم، ربنا يرحم موتاكم، يشفي مرضاكم، ويعطيكم الأيام الحلوة.
خوري مزار للديسي ماريا غوريتي بمزيارة. ولأنكم جايين إجا الأستاذ جون بشارة، إجا خصيصا لعنكم. هيك الأستاذ جون هو دليل مرشد سياحي، إجا لما عرف أنه الأبونا بيير سمعان زعفي جاي معك وجاي ترك. نحن يا أستاذ جون أنا باسم كل هالشباب والصبايا بدنا نشكرك لأنك جيت كرمالهم لحتى تخبرهم شوي على الديسي ماريا غوريتي. وسهلا برجع برحب فيكم بمزيارة على تلة وردة وشمعة لرية، الكنيسة من برا على شكل وردة، عندنا ثلاث شموع بالباحة الخارجية، لح احكيكم شو في برا اما شو في جوا. هلا منفوت نحن وياكم ومنكفي الحديث جوا. الكنيسة من برا على شكل وردة لانه الوردة بترمز لمسبحة الوردية، هي المنصلي فيها للعذراء، والشمعة لانها بترمز للقداس، اخذوا هالشعار ونفذوه هندسيا. تشوفوا الكنيسة من برا على شكل وردي وعندنا ثلاث شمعات بالباحة الخارجية. هالشمعة الصغيرة اللي قدامكم هيدي شمعة ريا، لأنه الكنيسة انعملت تكريما لذكرى ريا فرانسوا الشدية أهل عمر وهالمزار، تكريما لذكرى. هيدا بيتون؟ لا هون أبونا هيدا. هيدا هون بيتون. ونقلوا الرفات، هلأ رفات ريا يعني بقايا جثمانة موجودين داخل الشمعة ب 22 أيلول الماضي بالذكرى الخامسة لوفاة ريا، نقلوا رفاتها من مدافن العائلة صاروا بالشمعة الصغيرة. وإذا بتطلعوا على هاي المادة اللي نازلة من الشمعة في إشياء محفور عليها، هودي مراحل درب الصليب الـ14 يعني الجلجلة، تتذكرون هودي أكثر شيء نحن. قلوا مني ريا وكيف ماتت ريا؟ هلأ منقلوا. أوكي. هلأ بركي جوا ساعة. أوكي. اما الشمعة اللي بالوسط لاحظوا شو فيه، في بقلبها جرسين، ايه جرسين للكنيسة بقلب الشمعة اللي بالوسط، والصليب لاحظين الصليب والمسامير، في ثلاث مسامير، هودي مسامير يسوع على الصليب، وبتحسوا في مثل نقط هيك نازلة من الصليب، هودي دم يسوع يلي سفك لاجلنا على الصليب. اما الشمعة الكبيرة، طلعوا بالشمعة الكبيرة في كتير اشياء مهمة فوق، هاي المجسم اللي عم بتشوفوه هو مجسم الدينوني يعني الآخرة، فوق منشوف السماء والمطهر وجهنم، في وجه كبير بالوسط، وجه كبير فوق يعني شايفينه بالوسط بيمثل وجه سيدنا يسوع المسيح الديان يلي نحن منقول عنه بقانون الإيمان يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات. في وجهين كبار حوله، وجه عشمال وجه القديسة ماريا غوريتي شفيعة الكنيسة، الكنيسة على اسم القديسة ماريا غوريتي، وهلأ جوا بدي خبركم قصتها. يلا. واللي على اليمين وجه القديسة مارينا القديسة اللبنانية، هي من الألمون ومغارتها يحيى موجودة بوادي النوبين، 18 بطريرك باروني مدفونين بمغارة القديسة مارينا، بيناتهم البطرك اللي بده يصير طوباوي قريبا اصطفان الدويهي الاهديني. صورتها على يسار المذبح ورايي، وهيدي تخيرتها داخل الصندوق الزجاجي، هيدي ذخيرة القديسة ماريا غوريتي، هي نسرة من عظم اصبع الصغير، هيدي تخيرة درجة اولى، بس تكون تخيرة من جسم القديس او القديسة بتكون تخيرة درجة اولى، هي موجودة هون أكيد مشان يتباركوا منها كل الزوار. بدي أقول لكم شغلة، إنه ماريا غوريتي هي قديسة الشبيبة، يعني هي شفيعتكم أنتم، فدايما صلوا لها ودايما اطلبوا منها، وهلأ هي صحيح قديسة إيطالية بس صارت مقيمة معنا بلبنان، صار عندها مزار على اسمها بلبنان، وما بدنا نخليها أبدا ترتاح، بدنا نشغلها، بدنا نطلب منها أشياء كتير للبنان ولا شبيبة لبنان، تالله يرد عنهم كل شر وكل الأشرار. هلأ مين هي القديسة ماريا غوريتي؟
هي قديسة إيطالية من مواليد 16 تشرين الأول أكتوبر 1890 بتاريخ 6 تموز 1902 كان عمرها 11 سنة 8 شهور و20 يوم استشهدت على يد شاب إيطالي اسمه أليساندرو سيرينيلي. هذا الشاب كان بيته حد بيت ماريا جوريتي، بيته بيت الحيط على الحيط غيبين سوا. هو كان عمره 18 سنة وهي أقل من 12 سنة، بس الفرق بينه وبينه أنه هي بنت كتير تقية بتحبه ليسوع وعم بتعيش مسيحيتها بكل فضائلها، أما هو فكان شاب طايش ما بيعرف ربه وماشي بطريق الرذيلة. حاول مرتين يتحرش فيها وهي تقول له لا يا أليساندرو، هيدي خطية، يسوع ما بده إياك تقوم بهالشغلة لأنك بتنزل على جهنم. ما كان يقبل، ما كان يسمع. ثالث مرة طلع لعندها وحامل خنجر وهددها، أو بتقبلي معي أو بدي أقتلك. طبعا هي دفاعا عن عذريتها وعن طهارتها ما جاوبت معه، قام انتقم منها وطعنها 14 طعنة بالخنجر. عاشت بعدها بس 24 ساعة و15 دقيقة. هني واخدينا عن المستشفى قبل ما تموت قالت لهم أكيد أنا بسامحه لأليساندرو، بدي يكون معي بالسماء. فهالفضيلتين مثل ما قلت، فضيلة الطهارة وفضيلة المغفرة، خلت السلطات الإيطالية الكنسية دغري تباشر بفتح ملف دعوة تطويبا. نحن بنعرف انه القديس اول شيء لازم يكون مكرم بعدين طوباوي بعدين قديس. هي دغري تجاوزت اول مرحلة وراحت دغري على التطويب. وبالفعل ب 27 نيسان 1947 يعني بعد حوالي 45 سنة على استشهادها، أعلن البابا بيوس الثاني عشر طوباوية. وبعد 3 سنين ب 24 حزيران 1950 أعلن البابا زيتو بيوس الثاني عشر قديسة. يعني هلأ صار إلى 73 سنة قديسة، صارت عاملة 250 أعجوبة، عندها 40 كنيسة على اسمها بإيطاليا. هذا عدا عن الأديرة والمدارس والمستشفيات يلي بتحمل كمان اسم ماريا جوريتي. أما بلبنان وبالشرف هذا أول مزار على اسمها. وهذا المزار انعمل مثل ما قلت لكم تكريما لذكرى الصبية من مزيارة اسمها ريا فرانسوا شدياء كمان يلي ماتت بظروف مشابهة كتير للطريقة يلي ماتت فيها القديسة ماريا جوريتي. أول شيء في شغلتين بيميزوا هالجدارية، مين في بالوسط؟ سيدنا يسوع المسيح. اطلعتوا فيه مظبوط؟ بمين عم بيطلع؟ فينا، بكل واحد فينا. ما هيك؟ يعني كيف ما منتجول، كيف ما منبرم بالكنيسة، سواء كنا جهة اليمين أو جهة اليسار أو حد المذبح أو بأول الكنيسة، منلاقيه عم بيطلع فينا بنفس الوقت. تعرفوا ليه؟ ليه؟ أنا بدي أسألكم. يسوع عطول عينه علينا لأنه هو الراعي ونحن الخراف، ما بده حدا منا يبعد عن طريقه أو يشرد. ما هيك؟ لأنه بيحبنا كتير، بدنا نضل نحن كمان تحت أنظار مور شربي. من قبل بهذا الاتجاه بنشوف القديسة ريتا اللي حامل الصليب، هاي الرهبة اللي حامل الصليب هي القديسة ريتا. قدام القديسة ريتا في ملاك صغير عم بيطلع فينا، شفتوه؟ هيدي ريا الشدياء الطفلة، هيدي صورة ريا. وقدام ريا الطفلة مرمرون، هالرجال الختيار مرمرون. وقدام مرمرون منشوف ريا الصبية اللي لابسة الطرحة البيضة. هي ريا مات عن عمر 26 سنة، هي بنت البكر عند أهلها، بعد في عندها خيال واخت. ايه اكيد، بس هي قلت لك البنت البكر هي اللي مات. بعدين بنشوف اللي لابس الثوب الابيض هو البطريرك الاهدني اسطفان الدويه، اللي هلا قريبا بده يصير طوباوي على طريق القداسه. واللي لابس الثوب الاسود هو البطريرك انطون عريضه من بشري. البطريرك انطون عريضه كان بطرك من سنه 1932 لسنه 1955، هو اللي اجى دغري بعد البطريرك الياس الحويك المكرم بطريرك لبنان الكبير يلي توفى سنة 1931.
من تحت اللي بيلبس الثوب الاخضر والبنفسجي والجزمه الذهبيه هو مرمخاير رئيس الملائكه. نرجع نشوف فوق ريا اللي بيلبس الاصفر وريقه شعرها هي ريا، وفوق ريا هو الاخ الطوباوي قصفين نعمه، وعلى يساره هي كمان ريا بنشوفها مع الوجه اللي عم يضحك. ومن لفتة نشوف الأبونا الطوباوي يعوب الكبوشي اللي لابس الأزرق والأبيض، تعرفوه كلكم الأب يعوب الكبوشي من غزيل، هو من بيت الحداد، هو اللي عمر تمثال يسوع الملك ودير يسوع الملك ومستشفى ودير في بيت الصليب بصليب. أوكي، هو يوم طوباوي على يعني إن شاء الله بأقرب وقت خطوة واحدة بيصير قديس. حد كمان ريا، شفتوا حد الأبونا يعقوب الكبوشي بروفيل ريا، وراهم القديس رفقة اللي حامل المسبحة والكتاب. ومن لف آخر شيء تنشوف عم طلع الحرديني قديس كفيفان ومعلم الرهبان، لأنه هو كمان كان أستاذه لامور شربل بالله.
معرفة وبغير معرفة. حيوانات محنطة ببناشر بتلاقوا جوا 3500 صنف حيوان محنط، بتلاقوا حيوانات بحرية، حشرات، حيوانات غابة، زواحف، مجموعة كبيرة من الطيور، متحف طبقين. بتلاقوا الحيوانات من كثر أنحاء العالم، من النملة للدب القطبي، سودة، بوعن، مورا، كل شيء بيخطر ببالكم بتلاقوا جوا. فعندك هون إذا بتلاحظ عندك مهنة الغزلان، بتلاقي من كافة أنحاء أنحاء العالم كذا نوع كذا شكل الغزلان. إذا بتطلع معي إذا بتلاحظ كل واحد لونه شيء، كل واحد بتلاقي منقط القرون تبعهم، كل واحد شيء. إذا بتطلع معي بتركز معي شوي بتشوفهم. وعندك هذه مهنة الحشرات ومهنة الطيور العصافير. إذا بتلاحظ العصافير كل واحد عنده لون، كل واحد شيء. إذا بتلاحظ بتقدر ندفع هيدا البابيون بتلاقي وجهه الطرف تبعها مثل الحية. هي الفراشة تدافع عن حالها، تفتح جناحها بس تحس بخطر. كل وحدة عندها حية معينة بتبين عليها. وعندك هون الحشرات
كيف يبلشوا وقت يخلقوا وقت يصيروا كبار مرحلة النمو تبعهم. بتبلشوا هون معنا بعيلة الطيور، بتلاقي البومة تتلوث في كل شي طير ممكن يخطر ببالك، منو بس من لبنان، كافة أنحاء العالم عنا الطيور. في عندك الكناري، عندك الحجر، كل شي بيخطر ببالك طير من صغير أصغر طير لأكبر طير. في عندك هون النسورة، الصقر، إذا بتلاحظ عن الموديلات يعني كل صقر أو عقاب شو بيلقط، يعني هيدا لقط التار الصغير. الصقر هيدا مخصوص للسمك، بيحب يصطاد السمك. عندك هون البيض تبع الطيور، إذا بتلاحظ بتشوفهم من أصغر بيضة لأكبر بيضة. عندك هون الأسودة، النمورة، عندك هيدا الأسد الجبلي، هيدا شبه منقرض بقى صار. عندك اللبوة البيضاء والأسد الأبيض كمان شبه منقرضين. وعندك هون الأسودة وهودي النمورة، هيدا من سيبيريا وهيدا من بنغالي. بتكفي معي في عندك ليوبار، عندك هيدا الميلة الكونغورو، عندك طول الأمريكي، الحمار الوحشي ديب. إذا بتطلع هيدا ديب لبناني، هيدا ديب لبناني، وعندك هيدا ديب لبناني، وهون الضبوع هيدا ذئب أسود، وعاملين هون الضبع ماسك الرنار تبعه، وعندك هيدي ميلة الحيلة. كل شي حي ممكن تخطر ببالك بتلاقيه. Thank you.
شباب اطيب شباب احلى رحله احلى دنيا. أنا بقول الله وأبونا وفيه وجندارك بقولين ما كنا جينا يا جماعة تحية كبيرة لأني